يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر معكم مهلبية بالفراولة بطعم طيب وبتمنى تجربوه، ورح أعرض لكم طريقة العمل. طبعا في البداية رح نضيف 3 أكواب حليب ونصف كوب سكر، ورح أضيف عليهم نصف كوب نشا. طبعا عندي 4 حبات جبنة كريمية، ورح أضيف ملعقة صغيرة فانيلا. بعدين رح أقلب المكونات على البارد، وهون بنحط الحلى على النار وبنقلبه بشكل مستمر. وهيك لازم يكون تكاتف الخليط معنا. وبعدين رح نسكب المهلبية في صحون التقديم، تقريبا يعني بنترك ربع الصحن فارغ عشان نحط فيه فراولة وجيلي. ولما تبرد معنا المهلبية بنقطع فراولة وبنحطها على المهلبية. وعشان الجيلي بنضيف كوبين مي سخنة، وبعدين بنضيف عليه باكيت جيلي فراولة وبنقلبه منيح. وهون بنسكب الجيلي فوق المهلبية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الوصفة، بتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها، والف صحة وهنا.